ستوريس خطيرة باتجاه العاد تلعب للأمام وحارس خطيرة فرصة ويسجل يسجل 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 الهدف الأول الفارس الفارس أخطأ الحارس بينيا أخطأ الحارس بينيا ما عنده أجواء المباريات ما عنده حساسية المباريات هو يتحدث مع انزوي او انزوي الاسبان يقولون انزوي ما يقولون انزوي يقولون انزوي نعم حارس هو طبعا حب يضحك شوي قال له انت ثرثار كنت مساعد ثرثار لانه كان مساعده ولكنك طيب على بوسكتس على لمسات بوسكتس كره في وسط الملعب فيها خطا وفيها صافره والخطا لصالح اوباميانغ ممكن يتقدم هذا اللاعب وصلت التسديده وبتضيع فرصه من هذا النجم الشاب ان يعود الان ربما الان خطيره وفي بهذه الصوره ولا زالت خطيره وهدف التعادل اوباميانغ ربما بهذا الهدف وكانه يرسل اشاره الى تشافي هرنانديز اريد البقاء لا اريد الرحيل انا في المدينة الساحرة انا مع الفريق الذي بدأ يستعيد شيء من امجاد البرسا شيء من متعة البرسا وبالتالي نعم يسعد يتركها الى الفارس فكر في الزاوية البعيدة نعم هذا الارجنتيني فكر في الزاوية البعيدة وسددها الى خارج ارضية الملعب فكر قرر تقدم سدد اصطدت في المدافعين ووكر في الكرة الماضية تركها نعم كيلي ووكر لكن هذه كرة تلعب تبعد شوف 50-50 السيطرة لا أفضلية في المباراة على مستوى الاستحواذ ولا فور فيها عرضية خطيرة وفيها الإبعاد من جانب ددها اصطدت وعادت والتسديدة الثانية رياض محرز وخطأ في مكان خطير الجزائري في ملعب اعتاد هدف ثاني قادم كرة تلعب يا الله هذه كرة تلعب للأمام يا العائلية فأنت لا شك رياضي حقيقي يتحدث عن جيرار بيكي في سن 35 هذا هو روبن دياز محاولة قائمة للأمام خطيرة الكرة فيها مرور والكرة فيها محاولة من جانب أنسو فرصة هدف لكن إبعاد والكرة بتضيع نعم لفريق نادي خطيرة فرصة ومرة أخرى وهدف البرسا من الهولندي فرانك دي يونغ يسجل ويسعد الأنصار في المدرجات هدف ثاني لبرشلونة من فرانكي دي يونغ يسجل بعد متابعة جميلة يتقدم برشلونة بهدف ثاني يا سلام الله هدف وكأنك تعزف لحنا موسيقيا يا جماعة الخير الله 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 هذا أنا متأكد حتى عاشق برشلونة يصفق للهدف هدف رياض محرز انتظر القادمون من الخلف جاب العرضية بعد ذلك القادمون من الخلف والكرة وصلت إلى بالمر الشاب الصغير نعم سلام الله فرصة وحارس المرمى من أمام ديباي شوف المباراة جميلة محاولة قائمة كرة تبعد بهذه الصورة اصطدت في رمي التماس لنادي برشلونة رمي التماس للألمان الملعب وكان منظر خطيرة للأمام حلوة الفكرة لكن جوش ويلسون كان أقرب وأبعد الكرات الماضية وتعود إلى ضربة حرة مباشرة في مكان خطير بوسكتس وكأنك في قلب العاصفة هدف ثالث من ديباي هولندي في إرث هولندي كبير في تاريخ برشلونة هدف ثالث نعم العرضية كانت مثالية ونهاية من الهولندي مشروع وخطا وسقط أرضا وضرب الجزاء يتعادل السيتي نعم
يتعادل السيتي في مباراة الأهداف الستة. في مباراة التحولات تقدم السيتي، تعادل برشلونة، تقدم